هنا البروجيكشن فايبرز بقى اللي احنا قلنا عليهم كونكت الهاير سنتر باللور سنتر او اللور سنتر بالهاير سنتر، في منها طالع بيسموه اسندنج وفي نازل اسمه ايه ديسندنج، يبقى ده اسندنج وهنا ايه اسندنج، ده اسندنج واللي نازل ده اسمه ايه ديسندنج، ده اللي هم بنسميهم ايه البروجيكشن. البروجيكشن دولت اللي هو الاسندنج والديسندنج، ايه نتخيل انه يطلع من السباينال كورد او من اللور سنتر لحد البرين؟ قال لك هما الاسندنج تراكتس، بس طبعا احنا عارفين ان التراكتس لما بتسيب السباينال كورد بيتغير اسمها، يعني لاترال سباينال سلامك تراكت عملت لمنسكاي واللي هي السباينال لمنسكاس، والتانية الجراسيلو كونيتا عملت ميديا لمنسكاس. المنسكاي لما بيخشوا السيريبرم بيتحولوا لحاجة اسمها راديشن، فالاسندنج تراكتس كلها بتبقى راديشن، في عندك سلامك راديشن اللي واخده كل سنسوري تراكتس، الاوبتيك راديشن واخده الفيجوال باسواي اللي هي الفايبرز بتاعت الفيجن، ولما بتخش من اللور سنتر او من الجينيكوليت بودي اللي بتروح للسيريبرم بيسموه اوبتيك راديشن، برضه الاوديتوري راديشن اللي جاي من الجينيكوليت بودي من الميديال جينيكوليت بودي وراحه للسيريبرال كورتكس اسمها اوديتوري راديشن. فكل دول عباره عن ايه؟ الاسندنج فايبرز كلها اللي هم الثلاميك راديشن والاوبتيك راديشن والاوديتوري راديشن. نيجي الفايبرز اللي نازله الديسندنج فايبرز اللي هي البروجيكشن اللي باديه من فوق ونازله على تحت، ففي عندي البيراميدال تراكت اللي هي كورتيكو سباينال وكورتيكو بالبر تراكت، نيجي بعد كده كورتيكو بونتاين تراكت اللي هي بتاعت الكورتيكو بونتو سيريبيلر تراكت اللي هي كورتيكو بونتاين ايه تراكت، في كورتيكو سلاميك فايبرز طالعه من الكورتكس راحه للسلاموس، وفي كورتيكو روبرال فايبرز طالعه من الكورتكس راحه للريد ايه نيوكليس. يبقى الاسندنج فايبرز اللي هو السنسوري تراكت، الديسندنج فايبرز اللي هم عباره عن بيراميدال تراكت اللي هو كورتيكو سباينال وكورتيكو بالبر كورتيكو بونتاين فايبر كورتيكو سلاميك فايبر كورتيكو روبرال فايبرز، هم دولت اللي احنا بندرس بنسميهم ايه بروجكشن ايه فايبرز، دولت الفايبر اللي هم الاسندنج اللي هم السنسوري اللي هو امتداد السنسوري تراكس والديسندنج اللي هم امتداد الموتور ايه.